هذا يواصل بحملهم تطبيق المجلة الجزائرية والصحافية الإعلامية والإعلامية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هذا خلينا نتحدث عن النقطة الثانية اللي هو المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية ودور لا يخفى عن أحد أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تعرف منذ نشأتها إلا حملات تشويه المؤاخذة والمصالحة وعفى الله عما سبق. تونس أصدر الدستور في جانفي 2014 هو المؤاخذات بالأساس في الباب اللي جاء فيه كل تلك الإجراءات الاستثنائية، لأنه نحن نعلم أن مكافحة الإرهاب تستوجب أصلاً إجراءات استثنائية، ولكن الإجراءات الاستثنائية لازم تكون دائماً في إطار احترام حقوق الإنسان، حتى ما نتوسعوش في الإجراءات الاستثنائية وتولي الإيقافات بالمئات وبالألاف على مستوى الإيقافات والمداهمات، على مستوى التنصت وعلى مستوى الدخول إلى المكالمات، على مستوى التصوير والتوثيق. كل هذه الآليات موجودة في قانون الإرهاب، ولذلك يجب حماية الأشخاص عن طريق حماية حقوق الإنسان، لأنه ما ننساوش اللي احنا في دولة ما زالت مولدش عنا إنشأنا ثقافة حماية الأشخاص ومعطياتهم. النقطة الثانية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، هذا القانون جاء انتكاسة في هذه المسألة خصيصا بالنسبة لقانون 2003 بالرغم من أن ذلك القانون كان قانون جائر، لأنه ما كانش ينص على عقوبة الإعدام. 2015 بعد دستور 2014 يجينا قانون ويعود إلى عقوبة الإعدام. النقطة الثالثة والأخيرة أن الباب المتعلق بالإجراءات الاستثنائية هو باب أصبح يمثل نموذجا، أصبح المشرع التونسي كل ما عنده قانون لمكافحة الجريمة سواء الدولية أو العابرة للدول يضع آليا الباب المتعلق بالإجراءات الاستثنائية، وفي ذلك خطر كبير على الحقوق والحريات. أنهي بما هي توصياتنا التي نرفعها كمنظمة مجتمع مدني كذلك. والصديقة تقولن أنه فما مسؤولين أيضا تم إخراجهم من يلزمنا نتفقوا أنه هناك إصلاحات تمت في تونس، ولكن في الإصلاحات هذه هي إصلاحات على مستوى التشريعات والمؤسسات وغير كافية، ولكن بالتوازي معها هناك انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق اللي كانت مكتسبة بفضل الثورة التونسية والحقوق اللي تم تدعيمها بعد مباشرة بعد الثورة التونسية. نذكر هنا الحق في التظاهر السلمي، اليوم نشوفوا أنه هناك قمع خاصة للتظاهر والتجمع من أجل الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، رغم أن الشعب التونسي وفئات عريضة منه تطالب بالعدالة الاجتماعية، بالعدالة بين الجهات، تطالب بالحقوق الدنيا اللي هي الحق في الماء والحق في البيئة والحق في التغذية إلى غير ذلك، فإنه الإجابة الوحيدة متاع السلطة التونسية هي إما عدم الالتفات إلى هذه التحركات وتهميشها تماما أو شيطنتها وملاحقتها. اليوم هناك قضايا وتتبعات عدلية لنشطاء وشباب عديدين أمام المحاكم التونسية من أجل ممارستهم للحق في التظاهر والتنظم.